مساء الخير ولقاء متجدد مع حضراتكم وشباب غير شكل. المشاكل اللي نعيشها اليوم هي تختلف جذريا عن المشاكل اللي عاشها أجدادنا قبل مئات السنين. أجدادنا والله خطية، لا عندهم طيارات، لا عندهم ذكاء اصطناعي، لا عندهم تبديل قلب شرايين ولا تبديل كلية. طبيعة الحياة اللي كانت هناك هي تختلف جذريا عن طبيعة الحياة اللي نعيشها اليوم. فأمام الإنسان اليوم طريقتين، إما يروح يستثمر هذا الثراء اللي موجود بتراثنا ويلقي حلول وإجابات عديدة لواقعنا المأزوم كما ونوعا، وإما هناك سبيل ثاني، طريقة ثانية أن تروح إلى المنتج الإنساني، هذا الإنسان الثمانية مليار اللي اجتهد مثلنا ومثل أجدادنا، ممكن نروح إلى الغرب أو الشرق أو أي مكان آخر وأيضا نستلهم منه الحلول. اليوم معاي ضيفة عزيزة اختارت الجزء الأول، اختارت أن تذهب إلى التراث وبينوا الإضاءات الناصعة من تراثنا العزيز. خلي نرحب اليوم بالدكتورة جيهان اللي اختارت شخصية راقية ورائعة وكلتنا سمعنا عنه لكن ما نعرف كثير من التفاصيل عنه، إنه الشافعي، هذا الفقيه المجتهد الذي وضع للناس الكثير من العلاجات الخطيرة والواقعية والفعالة. رحب بيكي دكتورة جيهان بهذا اللقاء الشباب غير شكل، وأنتم ما شاء الله عليكم دائما منورين في جزئية البحث في تراثنا الراقي. شكرا جزيلا أستاذ خليل على استضافتي برنامجك الكريم، الله يسلمك الله يحفظك، شكرا جزيلا. الشافعي هذا الاسم الراقي، بداية كان أنا تأثري بينه وليد الصدفة، تعرفي علينا وليد الصدفة. وقع بإيدي ديوانه قبل أكثر من سنة هكذا وقت، شفتوا أنه بعض أشعاره أنا كنت سمعتوها قبل، يعني واردة وموجودة، وجدي يعني الله يرحمه كان يقولها، فما كانت غريبة علي. بنفس الوقت هي رسائل للأمة، فأنا أثار انتباهي كيف شخص قبل 1200 عام ممكن أنه يعطيني مبادئ وقيم وإرشادات أخلاقيات تفيدني، أخلاقيات تفيدني سنة 2024. هذا الشافعي كشاعر. نعم نعم نعم. إذن هوني دكتورة جيهان الخطوة الثانية بعد تأثر، عادة الإنسان وغى يعني الفيض التأثر إما سلبا ويعوفه أو إيجابا ويبدأ يتعمق، يذهب إلى المرحلة الثانية. المرحلة الثانية من الشافعي وصف كانت معاكي؟ كانت الشعر وداني لفكره. جميل. وتعرفت عليه هو كشخص، عدا أنه هو متميز على أكثر من مستوى وأكثر من اختصاص، كان هو ايضا هذا الموسوعيه اللي عنده بالضبط، كان بالقران وبالحديث وبعلم الفقه وبالحساب وبالفلك. انا استغربت كيف عنده هذه القدره على الالمام كل هذه المعلومات. نعم. هذه من جهه، من جهه ثانيه كانت صفاته الشخصيه هو اصلا. نعم. يعني الانضباط الذاتي. نعم. الانضباط الذاتي، الصبر، التسامح، مساعدة الناس. يمكن دكتورة جيهان البداية مع سيدنا الشافعي كانت غير طبيعية. نعم. أمه حرصت أنه تودينه سنوات طويلة إلى البادية حتى يتعلم اللغة، معقولة هاي اللغة لها أثر في تشكيل شخصية الشافعي؟ نعم بالضبط، هو كانت إحنا نعرف أنه أي فرد الأول سنوات من حياته تقريبا إلى سن الرشد هي لها الدور الكبير في صقل شخصيته. نعم. وبناءه، وخصوصا اللغة، كانوا العرب قبل يدزون أطفالهم إلى البادية إلى العرب الأقحاح حتى يتعلمون اللغة الفصيحة وما يكون عندهم اللي يسمونه اللحن أو يعني أي خطأ بالنحو أو باللغة. فهذا الشيء كان هو كان بالحجاز مع بني هذيل، كان تعلم اللغة الفصيحة، فكانت وكان هم متميزين بالشعر الرقيق والمعاني الراقية. هو باللغة اليوم يمكن ثبت علميا، وأنت حضرتك طبيبة وتعرفين. نعم. أنه العقل البشري إذا تعلم أكثر من لغة وضبط أكثر من لهجة. نعم. مثلاً راح يكون أجزاء في الدماغ تفعل يعني تعمل أكثر. نعم، حتى أكو دراسات تقول يقي من مرض الزهايمر في وقت متأخر من العمر. يعني أنا عندي تجربة شخصية بهذا الموضوع، يعني أنا أشوف أنه كل ما شخص تعلم لغات أكثر. نعم. كل ما صار عنده منهجية وسعة بالتفكير أكثر. نعم. نعم. الفكرة تجي بأكثر من مصطلح، والمصطلحات توسع الفكر نفسه. وأنا حتى أحب يعني أشوف التشابهات بين اللغة، لغة مأخوذة من اللغة مثلاً، تتوالد بالضبط. مثلاً الإسبانية مأخوذة من العربية، ليش؟ لأن هي أساساً كانت من الأندلس، وكانوا قبل الطلاب بأوروبا لما يجون على الأندلس يتعلمون اللغة العربية هي متباهون بها. نعم.
فكذا أنا مع إنه تعدد اللغات. وهو أيضا أصلا الشافعي كان يتحدث الفارسية والرومية، كان يفهم عليهم أيضا، ولكن التركيز على اللغة الأم والفصاحة أيضا مهمة جدا. ويمكن دكتورة جيهان النوع من اجتهاد هذا الرجل العملاق، أنه اجتهد ما بس بالفقه، في أصول الفقه ووضع كتاب أهدانا الآن إحنا نتعلم منه أصول يعني الفقه. آلية اللي اشتغل عليها الشافعي يمكن لذيذة جدا وجميلة جدا. أيوة. وهي أنه طبعا عنده مشايخ كثيرين، نعم، لكن هو برز حتى على مشايخه. نعم بالضبط، عنده آلية الحذف والإضافة، هذه اللي يأخذ من ما سبق ويضيف ويضيف. مهمة جدا. هاي تنطيله أول شيء صفة المرونة والتجديد. أيه. يعني هو أول شيء لما هو كان تلميذ الإمام مالك، حلو، وكان يحفظ الموطأ اللي هو كتاب الإمام مالك، حفظه عن ظهر قلب، ولكن مع ذلك كان هو يعتمد على أنه يدرس المجتمع ويشوف عادات الناس حتى لما يسافر من بلد إلى آخر يضيف ويحذف. يمكن دكتورة هو شخصية الشافعي يبين أنه متقلب، نعم، بس بالحقيقة هو ما متقلب، هو متأثر، نعم، بالظرف اللي يعيشه، نعم، هو عاش في أماكن عدة يعني، نعم، غالب وقته كان ببغداد، بس اضطرته الظروف السياسية، نعم، وما يعني ما أعسر ما الإنسان، نعم، لما تضطر الظروف السياسية أن ينتقل إلى مصر. إلى مصر، نعم. هاي الرحلة من بغداد إلى مصر إيش كان لها أثر بشخصي؟ هو أول ما وصل إلى مصر قبل كل شيء حاول يصل إلى ما تبقى من كتب الليث بن سعد اللي هو فقيه مصر. فقيه مصر، جميل. ولما سألهم أنه وين علم الليث بن سعد، قالوا له هو بالقلوب. قال ولكن إذا توقفت القلوب. هوني نذهب إلى أهمية التدوين. نعم. أنه هذا الرجل الليث بن سعد ما غشع طلاب يدونون جهده. نعم. هو كرس كل جهده، وكان أكو حوله طلاب يساعدونه. فسافر إلى مدينة ثانية وجاب كتاب الليث بن سعد، وما كتاب، هي يعني بقايا ما دونوا. آراء. نعم. نعم. جابه ودونه وبدأ يجمع الجلود والأحبار اللي كانت بذاك الوقت، يعمل منها مجلدات. نعم. وبالإضافة إلى ما هو تعلمه من الإمام مالك، والإضافة إلى هو ما اجتهد ذاك الوقت وبما شافوا من أحداث بمدينة الفسطاط اللي هو كان ساكن بيها، الأحداث اليومية، هو كان ينزل إلى الأسواق ويشوف الناس طبائعهم وعاداتهم ويغير بما كتبوا ويغير بما حتى كتابه هو أساساً اللي ألفه في بغداد أجرى عليه تعديلات بما يناسب أهل بغداد، وهذا ينطيله هو المرونة والتجديد، وأنه هو ما يكون متعصب ويكون دائما مرن بآرائه. نعم. نبوغ الشافعي له يعني دلائل كثيرة وعديدة. نعم. منها أنه يحفظ أي شيء يسمعه يعني. نعم. يعني كان حافظ أكثر من 10,000 بيت وهو عمر 17 سنة تقريبا. إيه. وعد هاي الجزئية يمكن أسعد أتخيل، أفتح كامة الخيال وأتخيل رجل جاء من بغداد إلى مصر. واستوعب قضايا أهل مصر وبيئتهم وحياتهم، نعم، اليومية، ورجع ينطيهم هو حلول خاصة بينا. نعم. يعني يعني هذه الواقعية اللي موجودة في فكره يعني يمكن مثار جدل احنا نفتقدها اليوم. ايه؟ لأنه صعب جدا تنطي رأي مخالف للموجود للناس، مخيف انه اصلا انت تقول رأي مخالف للناس او مخالف للمعتقد الموجود، ولكن هذا هو اللي وصلنا لحلول لمشاكل موجودة نحتاجها لما أنت تفكر خارج الصندوق ونجد حلول لمشاكل موجودة بالمجتمع. وخليني أعد هذه اللمحة المهمة جدا، أنه إحنا نفكر خارج الصندوق، ورجل مثل الشافعي يعني يعلمنا هذه الآلية. نعم. خليني نخرج فاصل قصير ونكمل هذا الحوار الشيق معك. أيها الأحبة الكرام، فاصل قصير لتواصل معكم مع شباب غير شكل والشافعي، هذا الشخص العملاق في هذا الوقت 2024، نحاول نسلط الضوء عليه. وعودة مجددة أيها الأحبة الكرام، والشافعي في قراءة عصرية لشابة طبيبة
أعجبت بشعر الشافعي وذهبت تستقصي هذا الفكر الذي أنتجه هذا الرجل العملاق. عودة مجددة إليك دكتورة. أهلا وسهلا أستاذ. لماذا غادر مكانه هذا الرجل اللي فاد أهل بغداد واحترمونه وقدموا له المكانة العليا؟ إيه نعم. زين سؤالي تبادر، ليش غادر هذا ليش الرجل؟ غادر بغداد؟ راح إلى مصر. نعم، أولا هو كان خلاف مع الوالي بغداد ذاك الوقت، طلب منه أنه يكون قاضي قضاة بغداد ولكن هو رفض، كان يتجنب أنه يكون بالعملية السياسية أيا كانت وأيا كان الوالي وأي مدينة. هو عقلية جبارة، مع أنه عقلية جبارة وهو عنده العلم الكافي أنه ممكن يكون بهذه المكانة. ولما سافر على مصر بس كذلك. بس خليني أقلك في الشيء دكتورة. نعم. يعني والله لو واحد يعرض علي أنا فقيه يقول لي تعال يا أخي صير وزير العدل، أصير وزير العدل. يعني ليش هذا التخوف؟ نعم، لأنه هو لو راح يرضي السياسي أو الوالي لو راح يرضي رب العالمين. آه هون كان يتخوف، يتخوف من أنه هل راح أنا أنطي الحكم مثل ما هو رب العالمين يريد، لو مثل ما الوالي راح يملي علي أنه راح أنطي هذا. هون يعني هذا المدى الاعتراض. نعم بالضبط. نعم. حتى لما ذهب إلى مصر أيضا كانوا يطلبون يكون قاضي قضاة مصر وينطونه فد مكانة فد مكانة عالية جدا في تلك المدينة، ولكن هو كان يرفض دائما. إيه صراع العلم والسياسة. نعم. إلى يومنا هذا يعني علي الوردي عنده كتاب العنوان ماله مخيف، يقول فقهاء السلطان. يعني الفقيه الذي ما يرضي الله يرضي السلطان. نعم. يمكن الشافعي ما من هذا. لا طبعا كان يتجنب أصلا أنه يكون قريب منهم، كان يقول أنا عندي قوت يومي إذا أنا كنت في الحياة، وإذا كنت ميت فأنا لدي قبري، فما لي بالتملق للساسة. قوت. نعم. يومه يعني ما عنده اسطول سيارات ولا أرصدة. لا طبعا. لا طبعا. إيه. هذا اللي يجري اليوم، يعني مشكلة علاقة السياسي بالشرعي. نعم. يمكن هي هاي الدنيا بعض الناس تغويهم وتغريهم وحتى نضيع علمهم للأسف الشديد. لكن احنا حرصنا مع الشافعي انه يظل في مصر انه يعطينا حلول جديدة. ما عف رأي الشافعي اليوم لو نفتح كاميرا الخيال مرة ثانية ونستضيفه عندنا هوني 2024 هوني بالموصل وبالعراق. نعم. قلوا تعال يا ابو تعال شوي عالج لنا هذه الكوارث اللي عصير، تتخيلين ايش دي صيغ ايش دي يعمل لنا هذا الرجل؟ صيغ راح تتاثر وتتغير. والله مثل ايش؟ نبديها من التعليم. حلو. هو جدا جدا كان يحرص حتى باشعاره على العلم وعلى التعلم وعلى انه الانسان يكون ملم وشامل حتى بعلمه. كان راح يستفاد من التكنولوجيا اللي عندنا هسه. الله حلو. ممكن كان يصدر هو ايضا، هو بس يكون هو قدوه، راح يصدر قاده اخرين، يعني يصنع مثله، يستخدم سهوله الوصول. هو كان يتعب جدا بالتدوين، كان ياخذ وقت كثير ويحتاج معانه طلابه حتى يعمل الكتب ويكملها. فهسه احنا عندنا سهوله وصول وعندنا سهوله هاي لو تيسرت الى همه مثل هذا بالضبط راح يشجع الطلاب على يتعلمون علوم ثانويه حتى عدد الدين. ايه. راح يخليهم يتخصصون بالعلم الفلك وبالهندسه وبالذكاء الاصطناعي والجينوم وكل شيء ممكن يكون من العلوم اللي هو ما عاصر بذاك الوقت، ممكن يشجع عليها ستهمين. يعني هو رجل دين وطربوش بس هو جدا ممكن يكون معاصر. ايه. جدا. نعم نعم. نعم النقطه الكلش مهمه اللي احنا هسه مفتقديها، اكو فجوه بين الدين وبين الحياه المعاصره، بين رجل الدين الناس كلش تتجنب انه تكون قريبه من عنده. ايه. هو انا باعتقادي ممكن انه يذوبه يعني رجل الدين المتشدد المتشدد. نعم بالضبط. هو راح يزيل هذا الجدار او خلينا نقول يقلله او يعطي صوره ناصعه، صوره صحيحه ومعتدله. فيكونون الناس اقرب، راح يحبب خلق الله في الله. الله تمام. حلو. اي جميل. اي نعم. فيا ريت بعد انه يكون معانا حتى يعالج بعد كثير من المصايب اللي عندنا. نعم المذاهب راح يقرب بيناتهم، لان هي اساسا الائمه الاربعه. نعم. كان بيناتهم اتفاق، يعني يختلفون يتفقون ولكن بيناتهم ماكو خلاف، اختلاف وليس خلاف. نعم. لو كان بيننا هاليوم كان ايضا عدل على او ينطي مشوره بتعديل قوانين مجحفه للمراه مثل اللي سمعناها بالآونة الأخيرة عن الأطفال وتزويج الأطفال، عن حق الميراث. هو عنده مواقف بهذه، دافع عن المرأة بمواقف، كان الأخ يريد يأخذ حق أخته، دافع عن زواج إجبار على الزواج. فإحنا أيضاً هسة الأطفال لما هي بعمر صغير ويريدون أنه يزوجوهم هذا هم من يعتبر إجبار، لأنه أساساً حتى بيولوجياً الطفلة بهذا العمر
غير بالغة في العراق، هي كل مدينة أو العفو كل منطقة لها شروط. نعم بالضبط. نعم. فهذا يعتبر اعتداء، فأكيد هو ما يقبل على هذا الشيء. يعني دفاعه عن المرأة اليوم نحتاجه لأنه أكو حكي ولغط كثير يعني. نعم. يمكن هو عنده رؤية يعني قلنا قبل شوية عن الواقعية اللي يتناولها. نعم، حتى كان هو يشجع على تعليم المرأة رغم يمكن بذاك الوقت ما كان مثل هسه الأمور سهلة وواردة وطبيعية، كان يرسل بناته إلى التعلم وإلى حتى كان يأخذهم بحلقات العلم اللي هي تكون بالجامع، جامع عمرو بن العاص لما كانوا المشايخ يعملون حلقات علم يأخذ النساء وحتى النساء اللي يعرفهم يعني يأخذهم معهم حتى لا يكونون هي بعيدين عن الدين وعن الواقع اللي يصير. وهذه يعطي انطباع عن ضد فلسفة العزل، عزل الإناث عن الذكور بحجة الاختلاط الغير مبرر وهذا الشيء. هو عنده رأي يعني ذكي بهذه المسألة مثل ما تفضلتي. دكتورة، حننتقل إلى محور أخير وبينه ننهي الحلقة، وهو أن الشافعي اليوم تناولته المدارس الحداثوية الآن. يعني كثير من مثلا دكتور محمد أرجون رحمة الله عليه، يعني يقول الشافعي هو بدأ بتأسيس الفكر في الإسلام وعليه لازم نعيد قراءة الشافعي. إلى أي مدى تتوافقين أو تعارضين أنه الشافعي يفيدنا في القراءة الحداثية اليوم؟ أنا جداً أتفق، لأن هو كان دائماً يشجع على التفكير والنقاش وعلى أنه ما نكون متزمتين برأي معين، إذا كان أحد فكر بينه واقتنع بينه وكان هذا حكم ثابت إحنا عادي جداً أنه إحنا نرجع نفكر مرة ثانية ونستنبط رأي آخر بما يناسب الواقع الحالي. مرونة. مرونة جداً. نعم. زين دكتورة جيهان، لو نروح نبالغ في الخيال ونقول الآن جاء الشافعي اليوم على العراق مثلاً أو مصر أو أي مكان بالبلد، أيهما تقترحين؟ أنطينه أنا مثلاً، أنطينه رئاسة الوزراء، لو رئاسة القضاء، لو رئاسة الجامعة مثلاً. نعم. يعني تتوقعين وين صباح يبدع؟ هو شخصيته تسمح أو تنفع لكل المناصب. جميل. من ناحية رئيس الوزراء راح يغير بالقوانين وراح يضع بالتشريعات وراح يعدل كل الأشياء اللي احنا ستة ما راضين عليها. نعم. يعني خلينا نقول إذا قلنا برئاسة الجامعة فهو يعني ملعبه العلم اللي هوني، يعني راح يعدل المناهج، يعدل على طرق التدريس التلقينية. يعني ايش يعدل؟ مين يجيب؟ يعني ايش يجيب؟ بيش يعني ممكن يتعلم من اللي الدول الحديثة. حلو. اللي سبقونا الآن. بالضبط. راح يرسل طلاب الجامعات إلى بعثات إلى دول متقدمة مثل الدول الإسلامية، يتعلمون منهم ويجيبون العلم والخبرة. نعم بالضبط، يجيبون الخبرة للبلد اللي إحنا بينه. وإذا خليناه هو كقاضي، قاضي قضاة، فهو كلش ينفع، لأنه هو بالنهاية عقلية فذة، وهو كان يسمونه أو يطلقون عليه عقل يسع أمة، فهو ممكن يستوعب أي أحد وعنده من العلم الكافي من كل الاختصاصات بحيث يقدر يعطي حكم فعلا صحيح وبدون ما يكون يظلم أي أحد. ويمكن عندنا مشاهد للمناظرات ماله يعني. نعم. يعني كانت جريئة وواقعية جدا. نعم. جدا، بحيث كان ما أحد يقدر يغلبه بالمناظرات. أيه. وكل من يخرج من عنده يكون جدا مستاء لأنه ما يقدر. هو كان ما بطريقة الهجوم على الخصم، لا، بالإقناع وبالعلم وبالفصاحة وبالإلمام بكل شيء. دكتورة جيهان، أنت تأثرتي بهذا الشخص الراقي الفقيه الشافعي. نعم. وأكيد لمس عندك فد مشاعر معينة من الإعجاب والانبهار. ويصب توقفتي بهذه اللحظات اللي قلتي الله هذا كم هو رائع هذا الشافعي؟ على مستوى السلوك وعلى مستوى صفاته الشخصية، من ناحية الانضباط، الالتزام، المثابرة، الاجتهاد، هو دائما يكون شغل، دائما حريص على العلم وعلى العمل. ما عنده تنابلة ابدا، حتى كان عنده يعني اشعار عن انه لازم النوم يجافيك حتى انت تتعلم علم صحيح. الجد والاجتهاد يعني دائما. إيه. هذه هي من الاخلاقيات، العمل وطلب العلم بنفس الوقت. يعني اذا كان الشخص طالب واذا كان يعمل باحدى المؤسسات. إيه. هو لازم يكون يتحلى بهذه الصفات حتى يؤدي عمله بشكل ممتاز. نعم. احنا بالنهايه بهذا المناخ الحالي او الواقعي اهتمامنا بالعلماء قل بسبب صاغ الاهتمام أكثر بالمعروفين على مواقع التواصل. أنا ما ضد مواقع التواصل. نعم. ولكن عاد تبرز لنا ناس سطحيين. صح. أكثر مما ناس يستحقون هذا ما عندهم شيء يقدمونه أساسا. بالضبط. فأنا
هذول الناس يأثرون بطريقة سلبية ما بس على تسطيح الأفكار، إنما حتى على اللغة واللهجة اللي حكينا عليها بالبداية. جميل جميل. اللغة بدت تندثر شوية شوية، ما تندثر إنما تتشوه. يعني مثلا تبدي تظهر عندنا كلمات ما لها معنى، كيبوردية يقولون عنها. نعم، ما لها معنى. لما أنا أجي على طفل أو شخص ناشئ نتحدث عن كلمات فصيحة ما يفهمها، يمكن أنا هسه أفهمها بهذا العمر، إذا أصغر من عندي بعشر سنوات ما حيفهمها. أشياء بالنحو جدا صعب تشرح لي من النحو، جدا صعب تشرح لي من الشعر. زين، ليش؟ لأنه صاغة اللغة الدارجة عندهم هي لغة المواقع التواصل، وهذا شيء خطر على اللغة طبعا. فإحنا اليوم لازم نسلط الضوء على الناس اللي عندهم قيمة حقيقية، اللي عندهم علم كافي، اللي عندهم فنون أدبية، شعر، الرسامين، أي أحد عنده قيمة حقيقية وعالية يجب أن يتم التسليط عليه وهو يكون القدوة. نعم. ما يكونون الأشخاص في تفكيرهم سطحي ويأثرون على المجتمع. حتى نهدي المجتمع هكذا يعني قامات وقدوات. نعم. هذا شغلكم بقى أنتم الشباب. أنا مثل حضرتك يروحون إلى هذا التراث الراقي جدا ويبحثون بينه كما يبحث الآثاري عن شيء داخل الأرض. نعم. في تراثنا عمالقة بصراحة، لكن للأسف الشديد إحنا أكو فجوة بيننا. كمية ونوعية بهذا. أنا هاي الحلقة أعتبرها يعني لذيذة جدا، لأنه شابة مثلك وطبيبة مثلك. أنا واحد إلى شخص فاد الأمة قبل 1200 سنة، ممكن من خلال هذا البرنامج وهذه الحلقة أنه الشباب يتأثرون بشخصيات عدة مثل الشافعي، كشعراء، كفنانين، كفضاء، علماء فضاء، نحاتين، عندنا ما شاء الله كثيرين. المهم يكون عندهم الفضول انه يبحثون ويتعرفون. فضول المعرفي. فضول المعرفي عن الشافعي او عن غيره او عن اي قدوه. هذا دوركم انتم وليس دور الشافعي. بالضبط. الحقيقه يعني اللقاء جميل جدا، ومن خلالك دعوه للشباب انه هذا المحتوى الهابط رغم انه كفد متعبينه للاسف الشديد. نعم. لكن اكو اسفاف بالموضوع، واكو فت شكلانيه عتغطي هذه الاضاءات الراقيه من حياتنا بصراحه، وعتتجه حياه الشباب، بعض الشباب خلينا نقول بمعنى صح، الى العبثيه والى اشياء يعني كسل سطحية. كسل بالفكر ايضا اصبح، لانه حتى مشاهده الفيديوهات القصيره تخلينا ما نقدر نركز على اي شيء طويل، او قراءه النصوص القصيره ما نقدر نقرا مقال او نقرا كتاب، صار العقل كسول ما يقدر يستوعب. بالضبط. هاي الأمور. بالضبط. شكرا جزيلا لحضورك، ونتمنى لك إن شاء الله حياة سعيدة وثرية بهذه المعاني اللي استنبطيها من شيخنا الشافعي. أشكر حضرتك. تسلم. شكرا جزيلا. أيها السادة الكرام، من هذا المكان الجميل من الموصل التي تتعافى في هذه اللحظات الحرجة من حياتنا، وبهذه الوجوه الشبابية التي تتطلع إلى مستقبل آمن وواعي وفاهم حقيقة المعرفة، من استكانة كافيه في منطقة القادسية الأولى كنا معكم، وهذه الحلقة الرابعة من شباب غير شكل. أتمنى أن نتواصل مع حضراتكم لنبرز هذه النماذج الراقية لمدينتنا الجميلة الراقية. أسعد الله مساءكم.